بسم الله والصلاة والسلام على سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم. حبيب قلب ميرفت، يا رب تكونوا في أحسن صحة وأحسن حال، اللهم أمين. هرد بقى أكلة العشق كله معايا كده. سمك بولتي جميل جدا، طازة وحلو وحجمه جميل، حطيته غسلته كويس وحطيته في ردة. ومعايا بقى البورياية الفظيعة اللي شفتوها دي، غسلتها حطيت عليها كمون وملح وبس، وهدخل السمك المشوي كله يعني ده مع ده في الفرن. البوري بصي هتتفاجئي من حلاوته وكأنه مقلي، عارفة يبقى مشوي كده من غير ردة بيبقى جميل. وده كده انا كل اللي عملته غسلته كويس جدا، فتحت الخياشيم بتاعته وغسلتها وحطيته في الردة ودخلته في الفرن. والبوري غسلته كويس جدا، رشيت عليه ملح وكمون بس، ودخلته تحت الشواية. تحت الشواية هتتفاجئي وهتنبهري من النتيجة. تاكلي سمك نظيف انت اللي شويه في البيت من غير اي دخان ولا اي تعب ولا اي حاجة خالص، وغسلاه بايدك وعملاه وموفرة كمان. والبوري معروف بيتقفل مقفول كده زي ما هو وبيتعمل كده. عايزه اقول لك البوري ده طريقته خطيره، وبصي ومنتهى السهوله والراحه، ولو جربتيه مش هتبطلي تعمليه تاني. هنعمل شويه سلطه خضراء حلوين جدا، هنعمل شويه رز بالتقليه يعني رز صياديه من الاخر. الاكله دي جميله ومنعشه، وكمان اللي عامل رجيم الاكله دي هتفيده جدا جدا. تمام، خلاص البصله اتحمرت في الزيت كويس كده اللون ده، حطيت عليها بقى معلقه صغيره صلصه وممكن تستغني عنها، وحطيت كمون، مكعبتين مرقه، معلقه صغيره قرفه، وحطيتهم كده على البصل، وهسيبه بقى يغلي غلوتين حلوين كده، وهنزل الرز المنقوع ده عليه. تمام، حطينا على البصل بعد ما ادى اللون الجميل ده مكعبين مرقه، معلقه كمون صغيره، معلقه قرفه صغيره، وظبطنا الملح بتاعه، وحطينا الميه، ومعلقه صلصه صغيره ممكن تستغني عنها مفيش اي مشكله. تمام، حطيناه على النار، ودلوقتي السمك اتشوى. شفتوا ولا دخانه ولا تعب ولا ازعاج ولا حاجه خالص خالص. والبوري بقى عايزه اقول لك خطير خطير، شايفه شكله تشكي كده ان هو مقلي. تمام، السمك المشوي مفيد جدا في الرجيم، ممكن بقى تعملي ايه تاكليه كده وانتي بطبق سلطه كده وانتي مبسوطه. تعالي بقى معانا الهريسه اللي بنشيلها دايما في الفريزر، حطيت عليها بقى زودت معلقه كمون، معلقه ملح، شويه عصرت ليمونه، حطيت ميه ودوبت الحاجات كويس جدا كده، وهسقي بقى السمك المشوي بالطريقه دي. مش هنحط منه على البوري خالص، المشوي ده لازم نغرقه بالدقه الحلوه الجميله دي، الهريسه الجاهزه نزودها ليمون، ممكن معلقه خل، شويه كمون وشويه ملح، ونرش بقى السمك ده كده، نشربه التتبيله الحلوه دي ونركنه شويه. البوري بقى كل اللي هعمله فيه بعد ما طلع من تحت الشوايه هنعصر ليمون وبس، مش اكتر من كده. هنسيبه بقى يشرب الليمون بتاعه الحلو ده، يطرى معاكي الليمون بس ناشف، قلت اعصره بالعصاره يعني تغرقي السمكايه ليمون، وتسيبيها بقى تتبل وتطرى بيه كده. هي كده كده محطوط عليها ملح وكمون، بصي مستوي وجميل وسخن جدا. مش عارفه ايه اوريكي اللحم، السلطه خدت كل الخضار وبقت تمام، يعني تبلناها وخليناها ايه تمام كده، ليمون وخل وبصل وكمون وملح والحاجات بتاعه السلطه دي، وسبناها كمان. تعالي الرز انا ما كشفتش عليه خالص غير بعد مثلا نقول ربع ساعه ولا تلت ساعه. بصي ما شاء الله بقى خطير، ما تقلبيش الرز، اديله القعد بتاعه دقيقه وتنقليه على عين صغيره وتهدي على النار وتسيبيه. بصي مفلفل وجميل وريحته خطيره، القرفه مع رز السمك الصياديه ده تبقى فظيعه. خلاص هو كده، خلاص يعني نغرف بقى. بصي ما شاء الله مفلفل وجميل، طعمه حلو جدا وريحته حلوه جدا ولونه حلو جدا. تمام، والسمك بقى اتبل في التتبيله بتاعته، الدقه بتاعته المشوي، والبوري خلاص اخد الليمون كده مع الملح والكمون اللي قبل ما يدخل تحت الشوايه، والاكل كده جاهز. تمام، نضرب الغدا الجميل ده ونرجع لكم نكمل الروتين. بفكرك يا قمر ما تنسيش تدعمينا باللايك والاشتراك.
بصي بقى، البوتاجاز ما عملتش عليه حاجه غير الرز الرز الصياديه، وكنت كمان مغطياه بحاجات علشان ما يتبهدلش، والبوتاجاز كان بايت نظيف وزي الفل، والسمك في الشوايه ما حصلش اي حاجه بعد كده، الترابيزه اللي اكلنا عليها والكونتر بتاع المطبخ كله اخد ايه فوطه بإريال كده وتنظيفه حلوه علشان الزفاره، تمام. وفاضل بقى معانا ايه شويه المواعين اللي بعد الغدا، مش اكتر من كده، تمام. روتين خفيف، روتين جميل، سمك المشوي صحي جدا وجميل جدا، اللي عامل رجيم يعني زي كده علشان انا عندي ظروف طبعا، يعني ايه طبعا اللي متابعني واللي اول مره يشوفني انا عامله عمليتين في ظهري، ربنا يا رب يعافيك ويعافينا جميعا يا رب، فالوزن الزياده بتعبني جدا جدا، وانا ايه وزني بيزيد بسرعه كمان، ان انا ما بتحركش كتير، ولذلك ما بعملش روتينات في الشقه، يا دوبك الروتين في المطبخ كده، ربنا يا رب يكمل شفايا على خير انا وكل اللي زيي، وابتدي تاني اعمل روتينات في الشقه. فبحاول بقى ايه خضار وفراخ اكتر، سمك مشوي وسلطه اكتر، يعني ممكن املى بوله سلطه كبيره كده واحط عليها معلقتين او ثلاثه رز وكلهم كده واحمد ربنا، وايه ومشبع وجميل، والسمك المشوي اصلا حلو جدا في الرجيم، لحم السمك حلو احلى من اي حاجة تانية، وبتبقي شوياه وضمن نظافته وانتي في البيت مرتاحة كده على ما تعملي الاكل، والله ما بياخد 10 دقايق تحت الشواية بتبقى النتيجة مبهرة، تمام. بره بيتشوي غالي جدا، وكمان بيقعدوا يهرسوه يعني هما بيقلبوه كده بيبقى يتهري او ينشفوه في الشوي، ما انتيش ضامنه اذا كانوا غسلوه كويس ولا لا، وكمان بتدفعي مبلغ في الكيلو السمك، يعني عشان تشوي 2 كيلو هتدفعي مبلغ كبير، يعني تقريبا 7 جنيه ولا 6 جنيه حاجه زي كده، انا ما بشوهوش خالص بره، تمام. تشويه تحت الشوايه، والله العظيم جربي هتندمي ان انت بقالك يعني كتير بتشوي عند الراجل وانت غاسله بايدك وضامنه نظافته، وتاكلي كده وانت مرتاحه ونفسيتك مرتاحه، لان الاكل نظيف وانت ايه اللي غاسله بايدك، تمام. وكده خلاص خلصنا. ما انا عايزه اقول لك البتاع ده جميل جدا في نعومه الايد، هحطها لك في شاشه النهايه، خلطه كده وصفه جميله كلها من البيت حلوه جدا، هسيبها لك في شاشه النهايه. ايدك طول الشتاء بتبقى طريه وريحتها بعد غسيل المواعين بتبقى جميله. نضرب الشاي عشان نعوم السمك، واقول لكم اشوفكم على خير لو ليا عمر وليا نصيب. تنسوش تدعمونا باللايك والاشتراك. كانت معاكم ميرفت من يوميات ليدي، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. سلام.